Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. مرحبا أصدقائي وصديقاتي، شلونكم؟ شخباركم؟ بهذا الفيديو راح اشرح لكم عن تقنية الاميونوفلوريسنت. تقنية الاميونوفلوريسنت هي تشبه تقنية الإلايزا بس بفروقات بسيطة. أول شيء تعتمد عليه هاي التقنية هو الانتيجين انتيبودي كومبلكس، يعني تريد إنه تكون معقد مناعي يتكون من الانتيبودي والانتيجين. زين، شنو هو الانتيبودي والانتيجين؟ هذا الموضوع شرحته في فيديو سابق اللي هو كان الفيديو اللي شرحت عن تحليل البلد جروب، يعني زمرة الدم. فشرحت بذاك الفيديو بشرح مفصل اكثر او مقرب اكثر للعقل. اذا انت ما تعرف شنو انتيجين وانتيبودي لهسه، روح شوفه هناك وبعدين ارجع الى هذا الفيديو وكمل ويانا حتى تفتهم تقنية الاميونوفلوريسنت. فمثل ما قلت لكم، تقنية الاميونوفلوريسنت تعتمد على الانتيبودي انتيجين كومبلكس، بنفس الوقت تعتمد على وجود صبغة الفلوريسنت اللي هي صبغات مشعة راح يضيفوها حتى تصبغ هذا الكومبلكس اللي صار عندنا، حتى نعرف ايش قد كمية الشيء اللي دنقيسه. مثلا احنا دنقيس الدي دايمر، فاحنا راح نجيب الانتيجين اللي هو الدي دايمر ونخلي عليه الانتيبوديات الخاصة بالدي دايمر، راح يرتبط وياها. بعدين راح تكون اخر شيء الصبغة ملتصقة بالانتيبوديات، بواحد من الانتيبوديات، وبالتالي راح يصير عندنا هنا التفاعل الخاص بالانتيجين انتيبودي كومبلكس، يعني الارتباط اللي صار بيناتهم. زين، هسه خلينا نجي نحكي على هاي التقنية بالترتيب. بس قبل لا نحكي عليها، اريد اقول لكم ليش انا شرحتها اليوم، لان اريد اشرح لكم تحليل الدي دايمر، وبعدين انتبهت انه ممكن تكونون ما تعرفون شنو يعني الاميونوفلوريسنت، وانا اريد اشرح لكم مبدا العمل اللي يعتمد عليه الدي دايمر. فبالتالي لقيت انه راح يصير فيديو طويل اذا شرحنا الدي دايمر والاميونوفلوريسنت بنفس الوقت، فقررت انه اشرح لكم الاميونوفلوريسنت واحد وبعدين ارجع اشرح لكم الدي دايمر. فمثل ما قلت لكم، اول شغله تعتمد هاي التقنيه على الانتيجين انتيبودي كومبلكس، زائدا تعتمد على تصبيغ هذا الكومبلكس المعقد بصبغه فلوريسنت اللي تكون صبغه مشعه شويه، وبعدين تفحص هذا التحليل عن طريق الالترا فايوليت، يعني عن طريق الأشعة فوق البنفسجية. طبعا هسه اكو هواية أجهزة تفحص هذا الشيء بدون ما انتو تفكرون انه هو ده يفحص بالألترا فايوليت او بغيره، بس انتو راح تخلوه بالجهاز وبعدين يقيس وبعدين يطلع لكم النتيجة. بس هو الأصل للمبدأ العلمي اللي ده يقيس التحاليل هو ده يقيسهم بتصبيغهم بالفلوريسنت وبعدين يقيسهم على الألترا فايوليت الأشعة فوق البنفسجية. زين، ليش استخدموا هاي التقنية؟ هاي التقنية تستخدم للجزيئات الصغيرة، يعني إذا يريدون يقيسون جزيئات صغيرة مثل الدي دايمر، يعني يعتبر هو مولكيول، فيقيسوه عن طريق هاي التقنية، أو أشياء أخرى مثل الأنسجة وغيرها. أكو هواية تطبيقات لهذه التقنية مثل زراعة الأنسجة والخلايا وفحص المولكيولز الجزيئات وإلى آخره، من الأشياء اللي تكون متخصصة جدا تريد دقة عالية. وتتضمن تقنية الاميونوفلوريسنت طريقتين، طريقة الدايركت وطريقة الاندايركت. خليني أشرح لكم شنو يعني دايركت شنو يعني اندايركت. أول شيء، إحنا في هاي الطريقة راح يصير عندنا إنه عندنا انتيجين، وهذا الانتيجين راح يرتبط في انتيبودي، والانتيبودي راح يرتبط بالفلوريسنت اللي هي الصبغة. فبالتالي عندنا الطريقتين اللي تخص الدايركت والاندايركت. الطريقة الدايركت هي انه الانتيجين يرتبط بالانتيبودي نفسه اللي يرتبط بالاميونوفلوريسنت، يعني عندنا انتيبودي واحد. اما بالنسبة للاندايركت اللي هي غير مباشرة، راح يكون عندنا انتيبوديين، يعني اثنين، وبالتالي يرتبط الانتيجين مع الانتيبودي الاول، والاول او الاولي، والاولي يرتبط مع الثانوي، والثانوي يرتبط مع الفلوريسنت اللي هي او الفلوروفور اللي هي الصبغة. فهسه صار الفرق واضح بين طريقتين، اول وحدة الدايركت يكون بها انتيبودي واحد، الطريقة الاندايركت يكون بها اثنين انتيبودي. فبالتالي ما تتصل الفلوريسنت رأسا بالانتيبودي اللي متصل بالانتيجين، وانما تتصل بانتيبودي ثانوي، والانتيبودي الثانوي يتصل مع الاولي. هاي بالنسبه للطريقه شلون تعمل. زين، نجي هسه على شنو الفرق بين هاي الطريقتين، وليش عندنا طريقتين مو طريقه واحده. سوري جوني عالم، نرجع هسه نرجع الى التقنيه. التقنيه هاي قلنا بها طريقتين، الطريقتين كل وحده لها طريقه، وحده بها انتيبودي واحد، وحده بها اثنين. هاي بالنسبه الى الطريقه شلون تعمل. نجي هسه على ليش سوينا طريقتين، ليش مثلا عندنا طريقه واحده وفطيناها. لا، الطريقتين هاي لغرض انه الطريقه الدايركت اول شيء من سووها كانت سريعه،
يعني بسرعة يخلص التحليل، ولا زالت يعني إذا أكو تحليل يستخدم هاي الطريقة يكون يخلص بسرعة، ما يكلف هواية، يعني ما يحتاجون إنه يصنعون هواية أشياء بحيث إنه ما يصير تكلفة عالية. وبعدين آخر شيء الدقة اللي ينتجها هذا التحليل تكون أقل من الإندايركت. فبالتالي عندنا ثلاث أشياء، أول شيء إنه يكون سريع هذا التحليل، ثاني شيء يكون غير مكلف، وأخير شيء يكون دقته أقل من الإندايركت. أما بالنسبة للإندايركت اللي هو أول شيء راح يطول هواية، يعني المدة الزمنية اللي يستغرقها راح تكون أكثر من المدة الزمنية اللي يستغرقها الدايركت، وثاني شيء راح يكون مكلف شوية، لأن طبعاً راح يضطرون إنه ينتجون نوعين من الأنتيبودي، بدل ما ينتجون أنتيبودي واحد راح ينتجون أنتيبودي اثنين أنتيبودي حتى يسوي لك التحليل، فبالتالي يكون هذا التحليل شوية تكلفته أعلى، وآخر شيء يكون أدق في نتائج التحاليل. أصدقائي وصديقاتي، هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفاديتوا، شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، ولا تنسون تخلون لايك، تسوون سبسكرايب، تكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم أي سؤال أو استفسار، وإذا عندكم أي كومنت يشجعني حتى أستمر. شكرا لكم، باي باي.